بالنسبة حق مرام المطربة أنا سارة شخصياً اشتقت لها. شنو أنا والله ولهانة عليها. اعتزلتي؟ لا هو أنا ما اعتزلت، أنا ما أقدر أقول اعتزل الفن، اعتزل الغنى لأن أنا أوريدي قاعدة أغني في المسرح. أوكي. شنو هذا المكان الوحيد اللي وينك مرام؟ ويني كان عندي ظرف إن أنا ما أقدر أنزل ألبوم. وإن شاء الله أنا موعدة جمهوري. بس أنا ما أبي أقدم أي شيء، أنا ما أبي أرجع وأبدأ من الصفر. لا أنا أبي أبدأ من كان ما انتهيت. زين أنا بسألك سؤال، الحين بنات البلوشي كلنا خذينا هذا الانطباع أن هند الدرامية، حلو، مرام المطربة، حلو، مي الكوميدية، حلو. اليوم أنا أشوف مي بالدراما متألقة، بسم الله عليها، مرام ممثلة درامية من العيار الثقيل. حبيت وايد حبيت أن شفت تطور مي، امسي عليها بالخير. شفت تطور مي في الدراما، طلعت من الكوميديا صارت إيه لأن دراما. لأن هند قامت تغني وانت قمتي خذيت الدراما. عادي نجرب يعني الاتفاق خلاص راح. هو شوفي طالما انت قاعده ببيت فني يعني انا مو رحت تعاديت من هند، بس يمكن قلت بشوف روحي بهالحته انا انفع. وايد وايد والله عرفتي ايه. يمكن اجتهدت شويه اكثر ايه. قمت يعني اتعب على اني انا اجرب اللي هي خاضته ايه. وهي يمكن نفس الشيء لا شعوري، هذا مو ان انا والله قعدت ايش رايك حتى ما صوتها حلو تخيلي ايه تخيلي ايش رايك انا اغني وانت تمثلين لا لا ما سوينا ما صارت بس هي حسبه وصارت وبعدين حسبه قصبا علينا صدقيني من غير يمكن ما نحس سبحان الله سبحان الله لان احنا بيت واحد صحيح وترى مرات يصير ان انا قبل لا يجيني عمل او يجيني عمل ادق على هند اخذ رايها. تتنافسون مرة؟ لازم تكون في منافسه بس هي مو يمكن مو ظاهره إيه. يعني انا متاكده ان في منافسه بس هي المنافسه الحلوه على قولتهم المنافسه الشريفه طبعا اللي انا سويت كذي لا انا بسوي بعد كذي ان يمكن انا اسوي احسن او يمكن انا عندي حته غير اطلع فيها فأكيد لازم يكون في منافسة ولا ما تشوفين النجاح. اليوم لو ما في تنافس ما في أحد يطلع على صح. أحد ما حد راح يعطي من نفسه أكيد ما تميزين هذا ناجح هذا فاشل حلو إنزين.